أما بعد فالأمل كبير في سماحتكم في أن تشفي حيرة الكثيرين خاصة من الأخوة في مصر، وذلك في موضوع رأس الحسين بن علي رضي الله عنه. هل هو فعلا في مصر أو في العراق جثته ورأسه؟ وما حكم زيارة ضريح السيدة زينب أو الحسين أو غيرهما من قبل الرجال فقط؟ المعروف عند المحققين أن الموجود في مصر لا حقيقة له، لا رأس ولا غيره، ليس هناك حسين في مصر، وإنما هو غلط في وجود قبر الحسين هناك، لا أصل له، وإنما الحسين دفن في العراق، وقيل إن رأسه كان في الشام عند يزيد، والله أعلم. المقتول لا أصل له في مصر، ووجود القبور في مصر التي تعظم من البلايا العظيمة على مصر وأهلها، لا قبر الحسين ولا قبر البدوي ولا قبر السيدة زينب ولا السيدة نفيسة ولا غيرهم من هؤلاء المعظمين، جروا على مصر شرا كثيرا بالغلو فيها ودعوتها من دون الله والاستغاثة بها وطلبها المدد، حتى وقع العامة في الشرك الأكبر نعوذ بالله. فالواجب على علماء مصر جميعا، يعني علماء السنة علماء الحق، فالواجب عليه أن يتقوا الله وأن يشمروا عن ساعد الجد وعن الرغبة فيما عند الله، حتى يبصروا الناس، يبصروا العامة بهذا الشرك الأكبر الذي يفعل عند القبور من الطواف عندها ودعائها والاستغاثة بها. والتواتر عندنا أن حتى صاحب التكفي إذا مر وقف عند قبر يقول المدد المدد ثم يمشي، هذا مما بلغنا وتواتر عندنا. فالمقصود أن هذه بلايا عظيمة وقعت في مصر ووقعت في الشام ووقعت في الأردن ووقعت في العراق وفي بلدان كثيرة. فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا غاية النشاط في نهي العامة عن هذا الشر وتبصيرهم للدين، كتابة في الصحف وكتابة في المؤلفات الصغيرة يتروج بينهم، وفي خطب الجمعة وفي خطب التي في المناسبات وفي المساجد، حتى يكثر هذا الأمر بينهم، وحتى يتعلم الجاهل، وحتى يعلم بعضهم بعضا ويتداولوا هذه الكلمات وهذه النصائح بينهم، وهكذا في التسجيل يسجلوا أشرطة توزع بينهم، حتى يكثر ذلك فيهم، وحتى ينتهوا عن هذا الباطل العظيم والشرك الوخيم. نسأل الله للعامة الهداية وللعلماء التوفيق لأداء الواجب.